الهاتف من الدوحة الصديق العزيز المستشار حسام أبو العلا رئيس رابطة مشجعي الأهلي في قطر. سيادة المستشار مساء الخير، تحياتي وتحيات المهندس عدلي. يا مساء الورد، يا مساء الياسمين، يا استاذ ابراهيم. اولا مساء الخير عليك يا باشمهندس عدلي، ووحشني جدا، وان شاء الله يا رب نشوفكم على خير. انا كنت متوقع والله اشوفكم في الدوحه، بس ان شاء الله نلتقي قريبا، واحنا كده فرحانين بالبطوله ان شاء الله. احنا عايزين نوفر صوتك ما نجهدكش عشان توفر حنجرتك ليوم السبت ان شاء الله. ان شاء الله. عشان كده مش هنطول معاك. طمني، انتوا دلوقتي اكيد بتعملوا البروفات بتاعتكم، الحاله عامله ازاي ونسبه الحضور عامله ايه؟ طيب، هو الحاله كالعاده، الحاله الاهلي لما بيجي هو بيعمل حاله حياه بالنسبه لنا، مش بالنسبه لجماهير الاهلي بس، بالنسبه للشارع القطري بشكل عام يعني. فالواحد دايما فخور ان هو اهلاوي، فخور انه ربنا اختصني ان انا اكون مسؤول عن جماهير النادي الاهلي في محفل زي ده. فالكل مبسوط وكل سعيد. حاله هي مش حاله احتفال، ولكن هي حاله استعداد لانك تكون فعلا اللاعب رقم واحد في البطوله او في المباراه. ان شاء الله بامر الله احنا رتبنا كل الترتيبات اللي لها علاقه بالحضور الجماهيري، لها علاقه بالرسائل اللي هنقدمها، لها علاقة بدور اللاعب رقم واحد في المباراة الأولى. وكلنا تفاؤل وأمل إنه إن شاء الله عينينا على استاد الأوتيل، وما بعد استاد الأوتيل كمان، إنه مش مجرد الحضور أو الدور المشرف أو اللاعب المشرف، لا، إحنا إن شاء الله نحقق تاريخ بأمر الله وتحقيق البطولة ضد ريال مدريد. يا رب الأهلي يعني يسعدنا جميعا ويحقق أمالكم، وأنا أعلم معنى فوز النادي الاهلي في وسط جاليه خارج الوطن بيديلها دفعه وبيديلها يعني شغف مختلف خالص. ونتوقع يعني مش نتوقع، انا متاكد باذن الله ان اللي هتعملوه هيكون مميز جدا، وهيكون حديث الاوساط الرياضيه الكرويه العالميه باذن الله، ان مدرجات اللي بتتفرج على النادي الاهلي لها طعم مختلف دايما. صحيح، ان شاء الله يا باشمهندس احنا يعني بطمنك وبطمن لعيبه النادي الاهلي وكل جمهور الاهلي اللي مش قادر يكون موجود جزء من الحدث، انه هيكون في حضور لا يقل عن 90% من الحاضرين في المدرج الاهلاويه ان شاء الله. انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه، وانا كنت شاهد على اكثر من مناسبه للنادي الاهلي موجود في الدوحه، وكنا بنسافر ورا الفرقه في الامارات، وكنا بنسافر ورا الفرقه في السعوديه وفي كل مكان، لكن حقيقه وواقع انا شفته ولمسته بنفسي، ان الجميع بيراهن على وجود الاهلي وجمهوره لنجاح اي فعاليه، سواء كان الفيفا، سواء كان اللجان المحليه المنظمه. وتخيل انه اللجنه المحليه المنظمه للبطوله اتواصلت معايا قبل مباراه العين، يعني المنطقي انه يتواصل معايا بعد مباراه العين، انه خلاص اتحدد طرفي المباراه وان الاهلي موجود، لكن انه يتواصل معايا قبل مباراه العين بتمني وشغف انه الاهلي هو اللي يكسب المباراه علشان يجي يدي زخم للبطوله ويدي نجاح للبطوله، وفي نفس الوقت اللجنه المحليه المنظمه بتراهن على جمهور الاهلي في الفعاليه نفسها وفي حاله الجمال اللي بتحصل بين جماهير الاهلي وبين النادي الاهلي هنا في الدوحه. فان شاء الله بامر الله ربنا يكلل جهودنا، وزي ما قلت لحضرتك كده، هي حاله فرحه وحاله نجاح ان شاء الله يا رب نكون فلنا البطوله بامر الله. جديده زفه الموتوسيكلات دي كانت يعني اول مره اشوفها بالطريقه المنظمه دي، وقطعا ليها معنى، يعني انتوا كنتوا حريصين عليها قوي يعني. كنا حريصين عليها جدا وشغالين عليها من فتره. ما يعني كان في طبعا الموضوع ده مش من دلوقتي بس، احنا شغالين عليه من فتره طويله، ودول مجموعه اسمهم خياله الاهلي بيشتغلوا معانا في ضمن المجموعه بتاعه الرابطه. الهدف ان احنا مختلفين ولازم نكون مختلفين، وكان في صعوبه كبيره جدا في الاستقبال، وانا لاول مره بقول الكلام ده في اي مكان، انه في ايام او في فتره دوره الالعاب الاسيويه او بطوله اسيا صدر قرار من الجهات الامنيه هنا انه ممنوع الاستقبال البعثات سواء كان في المطار او في الفندق، ولكن
برغم كده حاربنا علشان نعمل استقبال عشان نوصل رساله للاعبتنا من اللحظه الاولى لوصولهم البلد هنا. فكان عندنا تخوف بصراحه انه يتم الغاء الاستقبال بشكل عام او عدم الوافقه على الاستقبال في الفندق. فعملنا فكرنا بفكره بديله ان الاستقبال والرساله توصل للعيبه من خلال حاجه جديده ما اتعملتش قبل كده، تليق بالنادي الاهلي وتليق بجمهور النادي الاهلي. فظهرت عندنا فكره الخيال ان احنا نعملها، وفعلا اسمها خياله الاهلي، وان شاء الله البذره بتاعتها هنا في الدوحه هتستمر وتكتمل تشمل كل خياله الاهلي في المنطقه العربيه. عدم الاستقبال في المطار كان للدواعي الامنيه في قطر. مظبوط دواعي امنيه، واحنا بنحترم اللوائح والقوانين وبنحترم قوانين البلد، والناس متعاونه معانا جدا، الناس بتحترم جمهور الاهلي جدا، احنا شركاء معاهم في اكثر من بطوله واكثر من مناسبه سابقه وعارفين يعني ايه جمهور الاهلي، فلازم نحترم ده. ومن باب الاحترام ده والتقدير ده سمحوا لنا استثناء، وده لم يسمح لاحد ان احنا نعمل استقبال في الفندق. قول لي بقى، مجهزين اي دخلات جديده مختلفه بافكار مختلفه في المباراه؟ ان شاء الله مش عايزين نعرف تفاصيل بس. ياسر نو سيبها مفاجاه. بص، مهندس الصفقات مصمم على السريه واعتبرها صفقه برضه. مهندس الصفقات لو معانا هو في غرفه مغلقه هقول. ان شاء الله تجهزوا لنا حاجه تسعد الجماهير كلها وتعبر عن هذا الشغف الكبير وهذا التميز العالي جدا لجماهير الاهلي في كل مكان يا معالي المستشار. ان شاء الله، وانا طبعا دي قناه بيتنا الكبير طبعا، قناه النادي الاهلي، وبشكركم بصفه شخصيه الباشمهندس عدلي وحضرتك الدكتور ابراهيم على دعمكم الدائم ومتابعتكم لينا، ويعني بجد ده فخر كبير وشرف لينا انه نكون معاكم باستمرار، وان شاء الله اطلع معاكم مره ثانيه واحنا باذن الله نكون بامر الله ان شاء الله. تحياتنا ليكم واحد واحد، وتحيه شخصيه تنقلها بقى للدكتور سامي قاسم. يعني بس قبل ما اقفل معاك حضرتك بتكلمني دلوقتي، انا قاعد في البيت وعندي كوكبه من جماهير النادي الاهلي اللي عشت، يعني انا اقول لك مثلا اول واحد مثلا اكرام الروديني قاعد جنبي. اوه اكرامي طبعا. طبعا. الاخ العزيز الجميل وصديقي حبيب قلبي محمد سعيد، خطفناه منكم النهارده. الله 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 الله. انت معاك عصابه كامله. لا العصابه الاهلي كلها موجوده هنا. ناس مثلنا عليهم كلهم. وان شاء الله فرحانين مع بعض يوم السبت ان شاء الله. ان شاء الله بامر الله، كلهم بيحيوكم وبيسلموا عليكم وبيقولوا ان شاء الله نحتفل مع بعض بامر الله يوم ان شاء الله. ان شاء الله مع المستشار، تحياتي وتحياتنا لكل الاخوه عندك، ودايما في ظهر النادي الاهلي ودايما فرحانين باذن الله. شكرا جزيلا للمستشار حسام ابو العلا رئيس رابطه مشجعي الاهلي في قطر.